حبيبي إلهك ليس صورة، إلهك ليس جماد. جاء الوقت لكي يأتي الملك الحقيقي، يدمر كل تلك الممالك ويؤسس ملكوته، يؤسس ملكوته على الأرض. دائما 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 الله يفتش عليك. هللويا. إذا كنا بنرجع بقول أبقي أحد، أبقي أحد، أما بقي أحد في بيت شاول؟ ليه عم بدور عليه؟ لكي أحسن إليه، فأحسن إليه. الله يريد أن يحسن إليك. تذكر كما آدم، كما مفيبوشس، كما أنا وأنت اليوم. آدم أين أنت؟ مختبئ. ليه؟ لأن عريان. خفت. ومن أدراك أنك عريان؟ ما قلت لك أجرة الخطيئة هي موت. ليش أخطأت؟ أزاحوا من الجنة. وإنما حصل وعد عظيم، وهذا هو الوعد الصادق. الوعد الصادق هو عندما الله يعد، لأن الكتاب كله هو كلمة الله. ووعد، أول وعد في الكتاب المقدس يلي وعد الله نفسه لآدم، والوعد كان مرتبط بعهد. الوعد مين بهمه يعرف شو هو الوعد؟ قال له آدم رح تفلح ورح تتعب، ولكن رح أعطيك وعد يا حبيبي، نسل المرأة يسحق رأس الحية. شو يعني نسل المرأة؟ شو يعني رأس الحية؟ من أغوى حواء وآدم؟ الحية، صح؟ والحية دخل إبليس فيها وأغواها. ومن هو نسل المرأة؟ من هو المخلوق الوحيد؟ مش مخلوق، من هو الإنسان أو من هو الشخصية الفريدة الوحيدة يلي إجت على هالعالم من نسل المرأة؟ من هي؟ من هي هذه الشخصية؟ لأنه يسوع ولد من مريم العذراء، وهو الوحيد الذي ولد بلا دنس، وهو الوحيد من نسل المرأة. ومنذ أخطأ آدم من تكوين، من أول إصحاح، الإصحاح الثالث، قال له نسل المرأة يا آدم ما تخاف، أنا أحبك أين أنت، ما تخاف، أريد أن أحسن إليك. وصنع مع الوعد، صنع عهد. ما هو هذا العهد؟ صنع الله ذبيحة، ذبح خروف، وكساهما أقمصة من جلد لكي يستر عورتهما. جلد يعني ذبيحة، ذبيحة يعني خروف. قال له أنا ما بوعدك وعد لكي أعد، لأن عندما أعد أفي، ولكن ما تتكل بس على الوعد يلي وعدته، أن الله لا أكذب. لكي أضمن لك هذا الوعد أريد أن أصنع معك عهد، والعهد هو عهد دم. وقطع معه عهدا وذبح الخروف، وكان يقول بذلك ابني يسوع الخروف الطاهر سوف يكفر عن خطيئتك، هو خروف الله. وتحقق الوعد يا أحبائي من 2000 سنة. يونسان، لماذا داود يفتش على مفيبوشس؟ نعم، لأنه يحب يونسان. ولكن المحبة يا أحبائي أوقات تطلع أوقات تفتر، صح؟ واحد هو ومرته بيكون بحبها، بحبها أول قبل ما يتجوزوا، بس يتجوزوا بصير يحبها كتير، بيخلص شهر العسل ببلش شهر البصل، لأنه الاتكال على المشاعر هو كأشبه كالاتكال على موج البحر، ساعة عالي عالي عالي، ساعة واطي واطي واطي. داود ويونسان قد ما تعلقوا ببعض وحبوا ببعض، هذا الحب لا يبد أن يصدر عنه عهد. قال له عدني يا داود، قال له بوعدك بس صير ملك، يعني راعي عم يقعد ملك، قال له ما تخاف ما راح أأذيك، راعي عم يقعد ملك. قال له لا تخاف، عندما آتي إلى الملك سوف أحسن إليك وإلى أولادك وإلى نسلك لأني أحببتك. قال له طب شو لازم نعمل؟ لأنه نعرف المحبة يمكن نغير رأينا. قال له لا لا ما تخاف، رح نعمل عهد. وذبحوا خروف وصنعوا عهد دم. لذلك الآن يونسان بيموت مطمن باله إنه في عهد دم، ليس اتكال على كلام فقط إنما على الدم.
والله يحبك ليس لاتكاله فقط على كلام لأن نحن منغير، ولكن عاهدك أيضا عهد دم، فكان الوعد مربوط بعهد. اسمع جيدا، من بعد ما أخطأ آدم وحواء، فكان شو كان الكفارة لخطاياهم عندما يخطئوا؟ كانوا يصنعوا ذبيحة خروف ويقدموها لله. ابن قايين وهابيل، هيدا قدم خروف، هيدا قدم نبات. الله قبل الخروف لأنه بيرمز للدم، لأنه أجرة الخطيئة هي موت، والخروف كان يمثله. ونحن نعرف إنه خروف ما في خلصك من خطيئتك، لأن بدي يلي عمل خطيئة هو بدي يموت، وارتكب الذنب هو بدي يموت فيه. إذن لابد إنه إنسان طاهر يكفر عن إنسان خاطئ. وجاء إبراهيم أيضاً، والله صنع معه عهد، قال له بدي ملكك وبدي باركك، وبدي هذا الوعد اللي أعطيتك إياه بربطه بعهد، وصنع عهد وشقوا اللحم ومرقوا وكان في عهد دم. وجاء إبراهيم قال له قدم لي ابنك ذبيحة، فبكر إبراهيم قال له يا رب قلبي معك، أخذ ابنه عم يذبحه، لقط الرب بإيده قال له بس، هذا الخروف فدية تفتدي ابنك فيه. لماذا هذا الخروف دائما تيفتدي؟ مع موسى الشعب أخطأ وأزلوا بأرض مصر، وقال لهم بتجيبوا خروف تذبحوا له خروف بتحطوا دمه على العتبة العليا وعلى العتبتين، وهذا يرمز إلى ثلاث عتبات، نفسك وجسدك وروحك. قال له الدم بده يكون على ثلاث عتبات، فيمرق الملاك المهلك، كل باب ما في عليه هذا الدم يقتل بكره. وهيك صنع شعب إسرائيل، حطوا الدم، ودم هذا الخروف الصغير بلا عيب البكر، هذا خروف الطاهر، هذا خروف النظيف النقي، دمه كان الملاك يعبر. وصارت شريعة من شرائع موسى، قال يلي بيخطأ عملوا مذبح وتذبحوا الخراف للتكفير عن خطاياكم. وصار الخروف يذبح، وكان كل هذا رمز لإلي ولإلك للشيء بده يصير، والشيء الرب عمله مع آدم يلي بلشوا مع آدم. هذا الخروف، هذا الدم كان، مش إلهنا بحب الدماء يا أحبة، إلهنا بحبك لأنه الدم كان دم الخروف يرمز إلى خروف الله. آخر نبي في العهد القديم كان اسمه يوحنا المعمدان. آخر نبي كان اسمه يوحنا المعمدان، وعندما أتى يسوع له المجد لكي يعتمد من يوحنا، خاف يوحنا وسجد، قال له يا رب أنت اللي ستعمدني، أنا بدي أعمدك. وقال لهم لتلاميذه يوحنا، هذا هو خروف الله الذي يرفع خطيئة العالم. والوعد كان مرتبط بالعهد، يسوع هو خروفك، خروف العهد يلي الله عاهدك فيه. لذلك فيك تطمن، فيك ترتاح، وعود الله في هذا الكتاب مش مرتبطة بشيء، مش مرتبطة بأعمالك، ما فيك تعمل شيء لكي تدخل. شو فيك تعمل؟ فيك تجي مثل ما اجا مفيبوشس وسجد عند الملك، قال له ما انا الا كلب ميت، وكان ناطر الملك يقص له راسه ويقتله. قال له لا تخف، اول كلمه قالها الملك داود شو قال؟ لا تخف ساردك الى ميراثك، لا تخف ساردك الى مائدتي، لا تخف لك جناح خاص في قصري. ما في بوشس انصدم، يلي كان بده يسمعه انه بدي دينك، بدي اقتلك، بدي روحك، بدي انفيك لشي بلد. ولكن الملك كان رايه غير راي ما في بوشس، ان افكاري ليست افكاركم يقول الرب، ولا طرقي كطرقكم يقول الرب، كما علت السماوات عن الارض هكذا ارتفعت أفكاري عن أفكاركم. الله يحبك يا حبيبي، الله يحبك يا أختي. إذا أنت غرقان أو غرقانة بأي أمر، الرب يريد أن ينقذك. أول سؤال بيسأل، هل بقي أحد؟ آدم أين أنت؟ يسوع يدور عليك. إذا إجا وقت زهقت تعبت، بدي اقول لك يسوع ما زهق ولا تعب، بعده عم يفتش عليك. قول ها انا واقف على الباب، وشو عم بعمل؟ اقرع، مش اقرع يعني اقرع يعني انا عم بدق، انا عم بدق على القلوب. يريد ان يحسن اليك،
يريد أن يحسن إليك. هناك آية عظيمة جدا أو وعد في سفر إشعياء صح 54 والعدد 10. مرة تانية شوف وعود الله كيف كلها مرتبطة بالعهد. وعهد الله معي ومعك كان على الصليب حيث مات الحبيب. الجبال يقول الله الجبال تزول. نعم الجبال رح بتزول وكل شيء شايفه رح يروح ورح يصير هزة أرضية. هلأ عم نسمع بهزات حول العالم وأبليس عم يدمر العالم فلتان. نعم الجبال تزول. نعم التلال تتزعزع وأما رأفتي فلا تزول عنك. وتعهدي قول معي تعهدي مرة تانية تعهدي. الله يتعهد. انتبه مش أنا اللي عم بتعهد. أنا وياك يمكن نعمل كونترا ونغير ولكن عهد الله ثابت لأنه عهد دم. بقول وتعهدي بسلامتك لا يتزعزع. إني أتعهد أن أسالمك. إني أتعهد أن أخلصك. إني أتعهد أن أباركك وأنجحك. إني أتعهد وتعهد على الصليب. وتعهد مش بدم خروف بدم ابن حبيب قلبه يسوع المسيح. الله تعهد. الله عهدنا بنفسه. وإذ كنا نحن خطاة مات المسيح لأجلنا. تعهد شو؟ تعهد سلامتك. إذن يمكنك أن تطمئن الآن. مش لأن الأسيس عم بيقول، لأن الكتاب المقدس عم بيقول. وهذا الكتاب كتب الله يا أحبة إنه منح الروح القدس. خبرك إنه ولا إنسان بيقدر يغير كلمة أو يزيد كلمة أو ينقص كلمة بنقطش راسه. هيك وعد الكتاب. مين يقدر أن يحرف كلمة الله؟ والله هنا يقول تعهدي بسلامتك لا يتزعزع. هكذا قال ربك الكريم والرحيم والمبارك والمخلص. مش هكذا قال النبي، هكذا قال الله. الله إلهك الحبيب الرحيم. إنه يفتش عليك. إنه يفتش عليك. والخبرية الحلوة لا يريد أن يفتش عليك لكي يعيدك من حزنك أو من حبسك أو من إعدامك اللي أنت عادم حالك فيه من إعزالك إلى فقط حرية. لا لا مش المهم. ما بده الرب. اسمعني جيدا فحصوا معي في إعلان قوي لازم تعرفه بالصباح. الرب ما بده يرجعك إلا خلاص سمحتك روح العاب غير هون سمحتك بس ما تعيدها. مش من سجن إلى حرية. انتبه. مش من خسارة كل شيء إلى خلاص طلع صار فيني أعيش من دون ما حدا يقتلني. لا لا مش من سجن إلى حرية. مش من سجن إلى حياة عادية. لا من إعدام إلى حياة أبدية إلى قصره إلى سلطانك. وكل ما سرقه عدوك كل ما عمله إبليس فيك من وقت التكوين لهلأ سوف يرده لك أضعاف أضعاف أضعاف. إلى القصر إلى القصر يعيدك. تعرف شو بقول عبرانيين 10؟ هذا ريا معي عبرانيين 10 16 و17. شوف هذا العهد مش لأنه حكي لأن عمل العهد خلاص. العهد أبرم. تعرف بس يبرم عقد عادة بالدم ما في قوة تغير هذا العهد. عبرانية 10 16 17 في آية رائعة جدا. هذا هو العهد الذي أعاهدهم إياه يقول الرب. في الأيام الآتية سأجعل شرائعي في قلوبهم وأكتبها في عقولهم ولن قول معي ولن هيدي القاطعة النفي ولن أذكر ماذا ولن أذكر ماذا خطاياهم فيما بعد وأسامهم لا أذكرها. وبس انعمل العهد ما عايش في حاجة لليهود يقربوا دبايح دبايح دبايح. هلأ بدنا عمروا الهيكل كرمال يجعوا قدموا دبايح ولكن الله بالنسبة له انتهى الموضوع. دبيحة تقدمت على الصليب وانتهى الموضوع. الآن الدبايح انتهت وما عايش في حاجة تقديم قرابين ودبايح
ويقول الكتاب عندما قدم يسوع نفسه على الصليب ما بقي في حاجة لتقديم. والوعد لإلي ولإلك هلأ، هذه الخطيئة يلي دمرتنا، هذه الخطيئة يلي شعرتنا عريانين، اختبأنا وهربنا وبعدنا من الرب والتهينا بأمورنا واستفرد فينا إبليس وهربنا من قصر الملك إلى أرض العدو، هذه الخطيئة يلي كانت السبب الله تعامل معها واقتلعها من جذورها لحتى ما يضل لإبليس أي سلطة عليك. بقول الكتاب وسحق رأس الحية، إذ قام من بين الأموات سحق رأس الموت، إذ قام من بين الأموات دمر إبليس ومملكته وسحق رأس الحية. فيك تفرح بها الصباح، فيك تنبسط بها الصباح، فيك تشكر الرب وتجي لعنده. بقول لن أذكر خطيئتك فيما بعد، يعني يا ابني يا حبيبي يلي عم تسمعني تعال إلي، أنا عم دور عليك، أنا عم دور عليك. يقول لك الرب مش أنت عم تدور، مش أنت اللي عم تقول هل في طبيب، مش أنت اللي عم تقول هل في دواء. نعم في دواء، نعم في طبيب، اسمه يسوع الطبيب الشافي العظيم. إنه يريد أن يعيدك إلى الكسر، إنه يهتم بك، يهتم للرب. سلم طريقك واتكل عليه وفقط آمن. شو عمل مفيبوشس؟ يقول الكتاب مفيبوشس هنا كل شيء عمله جاي وخيفان مش عارف شو ناطره، يمكن موت يمكن حياة. فماذا أجابه الملك؟ شو قال له؟ لا تخاف يا مفيبوشس اللي أحبك، لا تخاف، في عهد أنا وبيك، ما تخاف. في حدا عمل عهد؟ لو شو ما عملت أنا ما فيني إلا ما نفذ العهد، حطيت رقبتي بهالعهد، ربطت حالي بكلمتي، ما عش فيني أتراجع، تعال وأقعد على ميتي. شو كان دور مفيبوشس يعمل؟ فهم؟ إذا هيك القصة. وقال أنا كلب أنا ميت، قال لا، قال له شش ما تقول عن حالك هيك، أنت ملك، أنت حبيبي، أنت مات ابني كرمالك، أنت حبيبي يوناثان مات كرمالك، أنا بحبك، تعال أنا وعدت بيك وبدي أوفي بوعدي لأن أنا بس أقعد بوفي، بس أقعد بوفي. ما فيك تعمل شيء، يعني أعمالنا كلها خرق بالي بالي. فوت على الميدة يا حبيبي، عمل شو عمل؟ فسجد واعترف بوضعه، قال له أنا وضعي هيك، قال له لا وأنا فوتك. لابد أن يكون عندنا قلب تائب لكي يأتي، يا أحب اسمع هذا الإعلان، لكي يأتي مفيبوشس من خلف الأردن، من شرقي الأردن إلى غربي الأردن، كان لابد أن يعبر الأردن. عم يحكي عن نهر الأردن، كان شرقي نهر الأردن، لكي يأتي إلى غربي نهر الأردن، إلى أورشليم، إلى قصر الملك، إلى القدس، كان لابد أن يعبر الأردن. وهذا رمز للمعمودية، صح؟ بقول الرب يسوع من آمن بي واعتمد خلص. شغلتين فيك تعملهم، تصدق توب وتغير رأيك وتفكيرك وتترك لي هالعقلية القديمة، وتجي الآن تعبر الأردن، تتعمد وتدخل إلى الأرض الجديدة، إلى ملكوت الله، إلى عائلة الله. وبالأخير يا أحبة، بالأخير لا تخف، سأحسن إليك إكراما لعهد للعهد. خليني أقول لك، وين ما كنت متخبى، وين ما قلبك كان تعبان وشريد، لابد أن الله يجدك. والآن الله عم بدق هيك دقات صغيرة بقلبك، ما تقسي قلبك، ما تقسي قلبك، ما نقسي قلوبنا، ما نوثق بقلوبنا، ما نوثق بأفكارنا، بترجيكم ما نوثق، خلينا نوثق بكلمة الله ونجعلها هي الأساس. صدقني هذا الطريق الوحيد، أن تصدق وأن تعبر الأردن وتأتي وتسجد، فيقيمك ويحممك ويعطيك تاجه ويعطيك ثيابه ويعطيك مكان بقصره ويعطيك قعدة على ميدته. مين في على ميدة الملك داود؟ تعرف مين في؟ في سليمان الحكيم، في تمار أجمل بنت، في ابنه شو اسمه أبشالوم القوة، في يؤاب. إن كنت محتاج للحكمة رب رح يعطيك حكمته، عطولته في حكمة. إن حكمة الله، إن حكمة هذا الدهر كجهالة الله. بقى بروح بيعملوا الدكتوراه، بصير معهم دكتوراه بالجهالة، ولكن عند الرب يسوع الجاهل أحكم من حكماء هذا العالم. عم بحكي هلأ، وفي مهندس حاسس، في مهندس قاعد عم بيراقبني على التلفزيون،
ما بعرف مين عم بيرق، في مهندس حاط عوينات وقاعد وعم تتعذب مارق بوضع صعب، بيوعدك الرب، ما بعرف اذا هون ولا مش هون، هذا المهندس بيوعدك الرب بهاللحظه رح تنحل مشكلتك، بيخلص هذا البرنامج رح تنحل مشكلتك. بهاللحظه استأتي لعنده وتقول يا رب ساعدني ساعدني، بيجي لعندك، ما توثق بطرقك. اذا بدك جمال، بدك جمال حبيبي، ليه ليه العالم بيروحوا بيعملوا عمليات تجميل وتجميل؟ هذا حلو، ما عم اقول شيء غلط، ولكن حتى العالم تعجبه. خيي تقول لك انا اذا الرب معجب فيي ما عايش بهمني من العالم شو بيقولوا. اذا بدك جمال، الجمال موجود على طاوله الملك. اذا بدك حكمه، الحكمه موجوده عند طاوله الملك. بدك سلطان، السلطان موجود شو بعد في على طاوله الملك؟ في الحراس والوزراء. بدك الملائكه، الملائكه موجودين. بدك مين؟ بدك تعظم مين؟ من اعظم شيء على مائده الملك في الخبز والخمر. بدك تاكل وتشبع على طاوله الملك بتشبع، ويلي بيشبع من الرب بدوس على عسل هذا العالم، حقا يدوس يدوس، ما في شيء بالعالم بيصير يعني لك. يشبع قلبك بالطيبات، يشبع جوعي. ماذا في على طاوله الملك؟ الخمر والخمر. الروح القدس موجود على طاوله الملك. بدك تفرح؟ انت مش محتاج لا للويسكي ولا للبيره ولا للحبوب ولا لامراض ولا للحكمه النفسانيين فيما بعد، مش محتاج لهم. والادويه مش محتاج لها، انت فقط محتاج ليسوع المسيح، محتاج للخمر الجديد الروح القدس. هذا طعامك وهذا شرابك، وهذا موجود على طائرة الملك مجانا كل ايام حياتك. هللويا. فسدلت الستار، سواد خطيئتي هدى كياني، أعمى البصيرة عريانا فار، أحمر خجلا أبكي دمعا قاني، فبررت للشهوات الأعذار وكسيت صفحك بالأكفان، بنيت بيني وبينك جدار، معتقدا أن وجهك دياني. ها أراك تبحث عني في الليل والنهار، واقفا أمامي تستعطي حبي، وسألتني بوقار أتحبني؟ أتحبني؟ أتحبني من كل قلبك؟ أتحبني؟ أتحبني؟ أتحبني من كل عقلك؟ أتحبني؟ أتحبني كما أنا أحبك؟ هللويا هللويا هللويا.
رب يسألك سؤال بهذا الصباح، يسألك سؤال الرب، أتحبني؟ بيقول لك يا ابني أنا مش جاي دينك، لأني لم آتي لكي أدين، أتيت لأخلص ما قد هلك، أتى لكي يخلصك. دعونا نصلي أيها، دعونا نقف ونصلي نختم اجتماع. نعم يا رب، سواد خطيئتي هد كياني، بنيت بيني وبينك جدار، كنت أمامي فسدلت الستار، صرت غطي صفحك بالأكفان. يا رب بجي لعندك بهالوقت، بصلي يا رب أنه تعمل ما تريده الآن. يمكنك حبيبي اللي عم تسمعني تصلي وراي هالصلاة، إذا بعدك حاسس حالك بعيد وشاعر أنه خطيئتك لم تغسل، وشاعر أنه أفكارك مشوشة، وشاعر بعد أنه ما في ثمار، شاعر بعد ما عندك حب، ما عندك قبول، بيقول لك الرب أنا قبلتك يا ابني، كرمال عهد ابني يسوع أنا قبلانك، كرمال عهد الله، كرمال الله أني قبلتك، أني قبلتك، تعال إلي لا أخرجك خارجا. الرب يقول لك عم بدق بابك بهذه اللحظات السمينة، ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، ها روحي يقرأ على باب قلبك، عم بنكزك تعال إلي، أريد أن أريحك، أريد أن أريحك، اشفق على نفسك لأني شفقان عليك، لأني أحبك. يا رب باسم الرب يسوع أصلي الآن تحرير لكل شخص الآن يأتي إليك. شكرا يا رب لأنك تعيد إلى القصر، تعطيه حكمة، كل واحد عنده تشويش الآن تدخل وتطعم من الحكمة، تطعمنا من روحك. أي شخص محتاج لفرح الآن تطعم من هذا الفرح وتسقيه حتى السمالة. حبيبي إلهك ليس صورة، إلهك ليس جماد، جاء الوقت لكي يأتي الملك الحقيقي، يدمر كل تلك الممالك ويؤسس ملكوته، يؤسس ملكوته على الأرض. دائما 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 الله يفتش عليك.